الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم في الموعد، وها هي جائزة أستاذ السنة أيضا في موعدها ككل سنة ومنذ 5 سنوات، حيث تستمر الحكاية. هي عبارة عن خماسي وسط وحوله 5 سداسيات. نكرر هذه العملية أكثر من مرة لكي نشكل الكرة. جد مسرور بهذا التتويج، شكرا لمؤسسة الزهيد ولجمعية أصدقاء المدرسة العمومية، وكذلك انخراط وزارة التربية الوطنية في هذه الجائزة. شاركنا في هذا في هذه الجائزة من خلال مشروع قسم بعنوان صنع كرة من الكرتون. من خلال هذا المشروع يقوم التلاميذ بصنع كرة أو كرات من الكرتون، ويقومون بتزيينها وباستخدامها في أنشطة تعلمية. فرحة لا توصف بعد هذا التتويج، مبادرة طيبة من أجل تشجيع الأساتذة على الإبداع والعطاء ومشاركة المشاريع التربوية الفعالة. أعطينا حصة كبيرة من الوقت، فهذا انعكس بشكل إيجابي على الأنشطة الأخرى الموضوعة بشكل متفرق. حصلت ولي الشرف أن أحصل على الجائزة الثانية في مسابقة أستاذ السنة لدورتها الخامسة. إذن صراحة هو تكليف وتشريف حصلنا عليه في هذه الدورة بطبيعة الحال، نتيجة يعني مجهود، والحمد لله دام لسنوات وليس فقط لسنة واحدة، يعني خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يعملون في العالم القروي، فالحدود ديال الإقليم يعني يتطلب نوع خاص من المجهودات يعني التي تتمثل في توفير على البنية التحتية وتوفير الأجهزة وتحويل الفضاء الاشتغال إلى فضاء يليق بالتعلم، وهذا تطلب عدة سنوات، والحمد لله يعني مع تواتر السنوات يعني أصبح الإنسان يعني يتقن العمل بشكل أفضل ويعرف ماذا سيفعل في هذه العملية التعليمية التربوية. وهكذا فكرنا في هذا المشروع، مشروع استكشاف الفضاء، الذي هو صراحة مشروع غني جدا، استلهمناه من الصراع الذي أو السباق الذي تقوم به الدول المتقدمة في مجال استكشاف الفضاء، فقلنا لماذا لا نقوم بإسقاطه في مؤسستنا التعليمية على الأقل لتعريف النشء والأطفال المتعلمين على هذا المجال الذي صراحة أصبح العالم كله يتحدث عنه ويسير في هذا الاتجاه، استكشاف على الأقل يعني التلاميذ يحاولون التعرف على ما يحيط بهم من كواكب ومن نجوم ومن ثقافة علمية فضائية يعني متمثلة في التعرف على ما تقوم به البشرية في هذا المجال وأين وصلت، لأن هناك بعض الناس لا يعرفون حتى أنهم خاصة مجال القروي لا يعرفون أن هناك إنسان حط على سطح القمر وأنه هناك رحلات استكشافية إلى غير ذلك. فقمنا بهذا الدور على الأقل فهو تعليمي، إذن كما قلنا فهو يستهدف المجال المعرفي يعني، ثم كذلك المجال الوجداني من خلال التعرف على عظمة الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، الذي يعني إنسان عندما يتعرف على الضخامات وهذه الأحجام الكبيرة جدا، ف بطبيعة الحال سيؤثر في نفسه، بطبيعة الحال سيقربه من الله سبحانه وتعالى. ولدت من التعليم عن حب وعن اختيار، ما كنتش مكره، انني كنحب الاطفال، انا مقبل على التقاعد وما غاديش نسخر هذا الجو الحميم اللي كنعيش مع الابناء ديالي داخل فضاء المؤسسة التعليمية. انا جد فخور بالحصول ديالي على هذه الجائزة، وهي عبارة عن تكريف قبل أن تكون تشريف، وكما أقول دائما إن كنت تحب مهنتك فأنت تبدع وتعطي وترقى بمجال أنشطة الحياة المدرسية. الشعور تكون دائما بالفخر والاعتزاز أن بعد واحد المسيرة طويلة من العمل الجاد، وخاصة في مجال أنشطة الحياة المدرسية اللي هي ثمرة ديال واحد المجهودات ديال العطاء ديال مدة 39 سنة، وأن الإنسان في آخر مشوار العمل أنه يتوج بواحد تتويج وطني، الحمد لله هي فرحة كبيرة، اللهم لك الحمد. من هذا المشروع كذلك، وتحية لهذه المدرسة وهذه الجهود للأستاذ والتلاميذ.